تحتاج جميلة لثلاثة ساعات حتى توصل 189 صحيفة على مسارها، فما هي نسبة ما توصله من الصحف في كل ساعة؟ إذن الجملة الأولى تخبرنا أنها توصل أو أنها تتطلب ثلاثة ساعات لكي توصل 189 صحيفة، ثلاثة ساعات hours لكي توصل 189 صحيفة، 189 صحيفة newspapers. هذا ما تخبرنا به الجملة الأولى، لكننا نريد أن نجد نسبة لكل ساعة أو الصحف في كل ساعة، لذا يمكننا أن نقلب هذه النسبة هنا. فإذا أردنا أن نقلبها سنحصل على 189 صحيفة، 189 صحيفة newspapers لكل ثلاثة ساعات، لكل ثلاثة ساعات، وهي في الحقيقة نفس المعلومة، لكل ثلاثة hours. لقد قمنا فقط بقلب ما هو موجود في البسط وما هو موجود في المقام. الآن نريد أن نكتبها بصورة مبسطة قدر المستطاع. دعونا نرى إذا كان هذا العدد الموجود في الأعلى يقبل القسمة على 3. 1 زائد 8 يساوي 9 زائد 9 يساوي 18. إذن هذا يقبل القسمة على 3 وهذا يقبل القسمة على 3، لذا دعونا نقسم هذا البسط وهذا المقام على 3. إذا قسمنا 189 على 3، دعونا نفعل هذا هنا على هذا الجانب، 189 تقسيم 3، 18 تقسيم 3 يساوي 6، 6 ضرب 3 يساوي 18، نطرح، ننزل 9، 18 ناقص 18 يساوي 0، 9 تقسيم 3 يساوي 3، 3 ضرب 3 يساوي 9، ولا يوجد باقي. إذا قسمنا 189 على 3 نحصل على 63، وإذا قسمنا 3 على 3 نحصل على 1. عليك أن تقسم كل من البسط والمقام على نفس العدد. إذن لدينا الآن 63 صحيفة في كل ساعة، أو يمكننا أن نكتبها 63 على 1 صحيفة لكل ساعة، 63 على 1 صحيفة لكل ساعة. أو بإمكاننا أن نكتب 63، لأن 63 على 1 تعادل 63 صحيفة لكل ساعة.